السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقه خاصه بمديريه المرور العامه، وطبعا اكو تصوير كان في موقع تسجيل الحسينيه المركزي. راح نتناول بعض التقارير انسنحت لنا الفرصه في هذه المده المخصصه لبرنامج بخدمتكم. اليوم الحلقة راح يكون أيضا بضيافتنا السيد المقدم حيدر الشلبي من إعلام مديرية المرور العام. نرحب بك أجمل ترحيب بسيادة المقدم. أهلا بك دكتور، أهلا وسهلا بقناتكم الموقرة وعلى كافة أخواني مشاهديك الكرام. أحسنت، بارك الله بك سيادة المقدم. طبعا في البدء نقدم شكرنا للسيد اللواء طارق الربيعي، أمانة يعني هذا الرجل جدا متعاون معنا، يعني خاصة في برنامجه مع قناة الأيام. نثمن هذه الجهود وهذا التعاون الكبير، يعني قلة بصراحة نشوفها بدوائر الدولة تتعاون بهكذا الطريقة. نعم دكتور، احنا مديريتنا مديرية مفتوحة لكم وجميع اخواننا المواطنين المطلعين على ادق التفاصيل لمديريتنا. لا يوجد هناك اي اسرار او خفايا في هذه المديرية ان شاء الله. والسيد مدير المرور العام متعاون مع جميع القنوات الفضائية ومع جميع وسائل الاعلام يعني رفع نشاطات مديريتنا عبر قنواتكم ان شاء الله. انتم اهلا لذلك واهلا وسهلا بكم. اشكركم وشكرا جزيلا سياده المقدم. طبعا بالتاكيد احنا قبل ايام بعثنا باقه ورد بمناسبه يعني تعاونكم وهاي المثابره الى الاخوان بالاعلام، كهو مبادره حسينيه وتعاون معاكم وفتح افق تعاون ان شاء الله من خلال فضائيتنا ومديريتكم ان شاء الله. سياده بارك الله فيك، الله يحفظكم. سياده المقدم، بصراحه كثير من التساؤلات يعني او اغلبيه التساؤلات تمت الاجابه عليها من خلال عده حلقات ناولها برنامجنا معاكم مع مديريه المرور العامه. اليوم نسمع اكو قرارات جديده، يعني قبل ايام سمعت قرار من مديريه المرور العامه يخص قضيه تفعيل الاشارات المروريه. يعني احنا بدنا نشوف من يروح دوامنا الرسمي بدوائر الدولة نلاحظ هذا الزخم العالي، ونشوف رجال المرور ما يقصرون، تلقى ضابط وتلقى المنتسب وده يمشي السير. لكن لو عدنا لعملية هذا التنظيم الجميل، يعني إشارة مرورية، هسه العالم كله بعده واكو دول متقدمة ألغت الإشارة المرورية، تندت على وعي المواطن هو صحيح كيف يمشي الأمور. لكن احنا في دولة بعد احتاجنا الى سنين الى تجارب جديده. لكن هل فعلا سوف يتم تفعيل الاشارات المروريه وما هي العقوبات للمخالفين؟ نعم دكتور، احنا الاشاره المروريه الاشاره الضوئيه اللي توضع في التقاطعات بالشوارع، هاي الاشاره المروريه هسه حاليا مدير اللي يقوم مكان هذه الاشاره هو رجل المرور الموجود في التقاطع. صحيح. لاسباب، اولا هناك كثافات مروريه تحدث في سير عن السير الاخر، لا تستطيع هذه الاشاره المروريه تلبيه الحاجه لسحب الكثافات المروريه من تقاطع الى تقاطع اخر. احنا نعمل بالاشاره الضوئيه، ولكن انقطاع التيار الكهربائي عن الاشاره يعمل رجل المرور يرجع الى مسك الاشاره. طبعا إشارة رجل المرور فوق جميع الإشارات. يعني رجل المرور إذا وقف بالشارع والإشارة الضوئية نقول شغال، نعم، فيقدر يسمح لك بالمرور حتى لو كان ضوء الإشارة أحمر اللي هو الوقوف. هذا من ضمن القانون. من ضمن القانون إشارة رجل المرور له الأسبقية على جميع الإشارات الضوئية. فتنظيميا حاليا احنا صدر قرار بالعمل بالإشارة الضوئية على تقييم هذه التجربة إن شاء الله، عاملين بها أخوانكم رجال المرور تلاحظون هذا الشيء. ولكن هناك بعض التقاطعات لا توجد حاليا بها الإشارة الضوئية، يعني تعمل الإشارة بشكل انسيابي جدا، انسيابية عالية. يعني نتمنى من الأخوة في أمانة بغداد والدوائر المعنية بهذا الخصوص أنه تفعيل كافة الإشارات المرورية الضوئية لمساعدة إخوانهم رجال المرور في تنظيم حركة السير والمرور في شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات. جميل، يعني هو عفوا سيادة المقاطعة، يعني هي بالتالي عملية تكاملية، يعني مو فقط هي مديرية المرور هي تعمل على الإشارة المرورية. الإشارة الضوئية
احنا نعمل عليها يعني جهاز تنفيذي. اما وضع الاشاره الضوئيه فهذا من اختصاص دوائر امانه بغداد او دوائر البلديه بالمحافظات، هم اللي مختصين بنصب الاشارات الضوئيه بناء على توصيه من مديريه المرور العامه، ان مثلا هذا التقاطع يحتاج له اشاره ضوئيه. نرفع كتاب الى الجهه المعنيه تنصب هذه الاشاره الضوئيه بعد فتره من الزمن. طبعا كلها هي جهه مرتبطه بجهه، تمام، يعني جهات تكمل جهات اخرى. احنا كرجال مرور واجبنا هو تنظيم حركه السير والمرور في الشوارع بشكل عام، وجدت الاشاره ام لم توجد الاشاره، صح، هذا واجبنا انه ننظم السير والمرور في جميع الشوارع. لا سمح الله يكون هناك حادث او اي شيء عارض معين، رجل المرور واقف في التقاطع هو يقدر الحاله ويقدر الـ 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 يعني الموقف وعلى اساسها وعلى اساس ذلك يتخذ قرار بعد نداء للسيطره المركزيه، لان يعني اغلب شوارعنا حاليا مؤمنه بالكاميرات المرتبطه بالكاميرات، يقدر من طريق على طريق السيطره المركزيه، في انت وجيت اعتقد شفت السيطره المركزيه بها شاشات، اغلب تقاطعات العاصمه بغداد بيه الشوارع المهمه خاصه يوجد هناك كاميرات لمراقبه الشوارع وتقدير الحاله. ممكن ان يكون مثلا هسه انت مثلا جاي نقول من باب الشرجي باتجاه مثلا ملعب الشعب، شوف اكو مثلا اشاره ضوئيه، السايد اللي انت جاي بيه مزدحم، الاشاره الضوئيه ما تساعد انه لتخفيف الزحمه، صح، ممكن رجل المرور انه ياخذ اجراء يعني يخلي الاشاره دبل اشاره نسميها. احنا نتمنى من الاخوه من امانه بغداد انه تكنولوجيا اقوى بالاشاره، يعني تعطي صلاحيه لرجل المرور ان يعمل حتى لو على الريموت، صح، مثلا ممكن او عن طريق حساس معين يكون تحكم لرجل المرور في الاشاره الضوئيه حتى يقدر هم شغله نظاميه وهم حضاره اكثر، صح، وبنفس الوقت رجل المرور ممكن جاء يكون جالس بمظله المرور ويقدر ساعدة، هذا هواي ساعد. وهنا ما شاء الله حرارة الصيف شوية. والله حرارة الصيف انت تشوفها يعني. بس ما حسيت بحرارة ترى. حاليا تبريد. سيادة المقدم، من لم يمتثل لهذا الإشارة، شنو راح يسوي العقوبات؟ يعني أنا سمعت بأنه هذا المقترح مقابل أكو عقوبات. مادة 25 حددت مبلغ الغرامة على من لم يمتثل لإشارة رجل المرور أو الإشارة الضوئية، هو غرامته 200,000 دينار. 200. طبعاً هاي قانون رقم 8 سنة 2019. فإحنا وجهنا توجيه للأخوة، جميع الأخوة مستخدمي الطريق، بالامتثال لإشارة رجل المرور وعدم مخالفة هذه الإشارة. ليش؟ يعني جنبه غرامته 200. ممكن انه يضرب الاشاره، اغلب هسه مثلا اغلب السواق يجي يقول اني مثلا غرامه عندي وما ادري بها، من تطلع الغرامه تطلع عدم امتثال اشاره رجل المرور، هل من المعقول رجل المرور يكتب رقمه خطا مثلا؟ هو ضرب اشاره وطالع، خو ما يركض وراي مثلا يكمشه، لا اكيد راح يسجل رقمه، من اللي عاد وضع الرقم الخلفي؟ من وضع الرقم الخلفي المخالف للي يرتكب جريمة لا سمح الله ويهرب، الرقم الخلفي لهذه المواضيع. فمن إذا ضرب الإشارة يعاقب 200,000 دينار، ممكن يدري بها أو ممكن ما يدري بها. تضاعف مرة إذا ما درى بها تضاعف مرة واحدة لمدة شهر، بس إذا درى بها خلال 3 أيام يعني نصف المبلغ. جميل. عندنا اتصال سيادة المقدم إسماعيل من بغداد، السلام عليكم، تفضلوا. عيوني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. كل الهلا بك، كل الهلا بك. احنا من شركة صندوق بابل، انا يعني موظف شركة صندوق بابل. اها. وعندي سيارة اثنين ردنا نحولها، الوحدة هي مختلط، ردنا نحولها إلى شركات. بل. والثانية هي باسم الشركة بس رقمها شو اسمه؟ يعني باص بس رقمها عمومي يعني مو شركة. هم ردنا نحولها شركات. جي سيادة المقدم. معي؟ نعم. ألو. سيادة المقدم وياك يسمعك.
أقاسي. إيه فهذه سيارة يعني عندنا مخول صار مخلصان الباج مالته بالشركة، لازم يصير مخول وباج وهاي. يعني وصل للأخير كمل المعاملة والأرقام مال السيارة الباص تلفوها زين؟ وصل إلى الـ يعني التحويل بعد يعني اللي يوصلوا على مود يعطون الأرقام الجديدة مال السيارة للشركات زين؟ الرائد هذا مو عامل مخول يعني مكان ولد اكو بدي احكي لك يعني قصه بس فالرائد قال له هاي تقويل الباج مالتك خلصان لازم تعيد المعامله زين؟ زين عادي المعامله يعني بدي مو يعني لازم تروح تسوي الباج يعني من جديد الباج يعني وكاله وشهاده تاسيس ومحضر اجتماع وما ادري شنو بعد يعرف لها السيد المقدم بلي ولازم نروح نجيب موافقه من شو اسمه من الضمان الاجتماعي زين؟ زين فهي العمليه صار لها 4 أشهر هسه احنا لانه هو قال روح جيبه بالضمان طلع النوبه كشف تفتيش يعني يسموها هذا يعني لجنه تطلع والمهم البارحه يلا حصلنا سلامه موقف للمرور فهذا يعني هاي الفتره احنا المشكله دي نمشي بدون ارقام يعني واضح لا هم راح الولد للمرور يعني حتى واجه المدير قال يا لو ترجعوا لنا الارقام القديمه لو تمشوا لنا المعامله يعني شلون فهمت احنا عندنا مشكله في سياره الباص مال الشركه بدون ارقام واضح يعني. اسماعيل خلينا نسمع سياره المقدم ابقى ويانا ابقى ويانا اخ اسماعيل احنا من اوراق الشركه المخول لازم تكون يعني لازم تكون جاهزة مجددة أوراقها ممكن أنه يكون هذا الشخص غير مخول بتحويل هذه المركبة عنده سقوط يعني ممكن احنا ليش نستبعد هذا الموضوع فاحنا قانونا احنا رجال قانون لازم نطبق قانون والتعليمات اللي تصدر من المراجع لازم أوراق الشركة تكون مجددة عنده تخويل وباج يخوله بتحويل ملكية هذه المركبات أما أنت في ما يخص أنه أرقامك انتلفت عندك سنوية تقدر تتجول بها ممكن تحط لوحة تعريفية إذا وأنا رجال المرور وكافة قوات الأمنية يعني تفهمون الحالة عندك أوراقك كاملة معاملتك كاملة تقدر تخليها بالسيارة ومن تتجول أنه الرقم اللي حاطه أو الدلالة اللي حاطها بالجامعة تكون مطابقة للسنوية اللي عندك وبالطبع احنا طبعا بابنا كذلك مفتوح لك تقدر تراجعنا تراجع مديريتنا مديرية المرور العامة طرح مشكلتك كل يوم أربعاء على السيد مدير المرور العام ونتفهم الحالة دائما هناك لجنة من الشؤون القانونية من دارة تسجيل المركبات من الشؤون الفنية صح تدرس المعامله مالتك وتقدر يساعدوك ان شاء الله من قصر اذا موعد الاربعاء يقدر يجي ممكن يجينا الاربعاء ان شاء الله اخ اسماعيل ممكن تزور الاخوان في مديريه المرور العامه سيد المقدم حيدر الشلبي راح يكون ايضا باستقبالكم نعم. وان شاء الله مقضيه الحوائج حبيبي شاكر من كربلاء السلام عليكم شاكر سلام يا قلبي عمري الف هلا بيك اسلمك خدمتك شاكر تفضل حبيبي عندي السنوية هاي من تسقط أنا عندي كي موديل 2012 زين من تسقط السنوية الرقم العالمي شو وقت يبدي العمل بي يعني أجدد هسه سنوية لو أنتظر الرقم العالمي جيد مقدم شاكر إن شاء الله صرت ضابط تفضل مقدم حيدر أشكرك أخ شاكر حبيبي يعني الرقم هسه حاليا الرقم الجديد اللي ده نعمل به هسه حاليا هو رقمنا نفسه رقم الوطني اما الرقم اللي تقصد عليه اللي هو عباره عن رموز وارقام اجنبيه لحد الان لم تعمل به مديريتنا فقط مديريه اربيل جهوك سليمانيه عملوا به حاليا بغداد وبقيه المحافظات لم تعمل بهذا الرقم لا توجد هناك يعني اي تعليمات بهذا الخصوص بالعمل فيها يعني تقدر تجدد سنويتك حتى يكون موقفك سليم وما ماكو اي مشكله يعني بالموضوع يعني اذا ما جددها يصير غرامه عليها طبعا شاكر اي نعم شاكر الو شاكر انقطع اتصال ويا لا موجود وياكم على الهواء نعم اي شلون شاكر عفوا عند سؤالك يعني السنويه اذا تسقط يصير عليها غرامه اذا تاخرت
اذا تاخرت بالطبع اكو عليها رسوم معينه كل سنه على كل سنه اعتقد يعني 10,000 دينار. فانت تاخذ السياره مالتك بدايه للفحص بعد سقوط السنويه من يعني من تنتهي صلاحيه السنويه تاخذ سيارتك للفحص تسحب استماره تفحص المركبه تدفع الرسوم وتدفع الغرامات التاخيريه اللي موجوده عليها كم سنه هي صارها ساقطه وعلى هذا الاساس تصرف لك سنويه جديده ان شاء الله. يعني تو ساقطه شهر اذا ما صار لها اكثر من سنه ما عليها اي غرامه. يا قلبي رحم الله والديك. ممنون حبيبي شاكر شكرا على اتصالك. اتصال اخر انقطع الاتصال جيد ما يخاف لان شاكر شوي عنده موضوع كان. السؤال او قبل لا نروح السؤال ممكن هي فيديو احمد جيد اذا مشاهدين الكرام لو اكو اتصال خطيه دا يدق اسماء نسيت هاي جيد حتى ما اظلم احد. اذا مشاهدين الكرام نشاهد نحن وياكم والسيد المقدم حيدر الجلبي مقاطع من لقاءات في موقع الحسينيه المركزي برفقه العميد علي الشمري وتم اللقاء مع المواطنين وتم طرح تساؤلات وتوضيحات ايضا من قبل السيد المدير. نشاهد نحن واياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. سيادة العميد هذا موقع اجازات السوق المكان؟ هذا هو يسمى موقع بغداد واحد اللي هو مختص بتسجيل مركبات الشركات وكذلك اجازات السياقه والمركبات الحكوميه. هذا موقع جديد عندنا اشوفه. لا هو اصلا يعني تصميم موقعنا بس ازرنا عليه بعض التعديلات توسعه بالمكان ماله والحمد لله تلاحظ انت انسيابيه بعاليه جدا هسه نقدر نباشر على القاعات تلاحظ المواطنين. يعني بداية كان عندنا هنا الشركات كل وإجازات السياقة والحكومي محصورة يعني بأربع غرف تقريبا أربع قاعات. من استلمنا المجمع لاحظت أكو مكان يعني خلف هاي القاعة منك خاص يعني كان سابقا متروك ففعلنا خلينا مختص لتسجيل مركبات الحكومي فصار يعني الحكومي منعزل عن تسجيل الشركات وإجازات السياقة. مثل ما تلاحظ ثلاث قاعات هسه انا خليت خاصه باجازات السياقه يعني ذا فقط اجازات تصوير وقاعه خاصه بالشركات. من عدد القاعه جوا هذيك واحد ما له علاقه بي اي منعزل واحد وهذا يعني يقلل شوي من اكيد هذا يقلل الروتين لانه شو بتوسع المنافذ اكثر راح يكون استيعاب للمواطنين اكثر وبالتالي يقلل الروتين والحمد لله. شوف المواطنين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايش عندك معامله من الشركه مستلم سياره زين اي والشركة يقول لك 20 يوم تستلم الرقم زين. حاطين المخول مالتهم بس شلاع القلب وبهذلة تخابره ما يجيك وما يرد عليك يعني منتسب بالمرور لو لا مو منتسب بالمرور لا ما له علاقة بالمرور زين. أي يشلع القلب ويبهذلنا تبهذل هاي راح يصير لنا من نص من الشهر الثالث ولحد هذا الساعة احنا بشهر السابع يعني 3 أشهر وشوية تقريبا تعبنا ومليئنا حتى الشركة الراجع عليها يقول لك ها هو المخول مالتنا هو اللي يقضي لك الشغلة كملها هسا آخر شيء وين توقفت على شغلة الصك زين. شلون إجراءات التعامل وياكم كمواطنين بالنسبة للمرور يعني المرور لا ما عندهم شيء العمل مالتهم حلو مرتب ومنظم ماكو أي إشكال أماكن راحة للمرأة كلها نعمة من الله رحمة رحمة إيه بس شغلة عندهم يعني العفو من الأستاذ الكرفانات اللي يم المغاسل ذني المراجع من يجي وين يوقف بالحر من جهة الشباك والسبالة وين الهواء مالت الحر على المواطن عرفت شنو هو من جهة الحر واقف يعني لو هذا يسقف ويتغير مكان السبالة هاي هي سألت العميد هاي ملاحظة اي بالعكس يعني هاي ملاحظة يعني اخذها ان شاء الله هسه من الاخوية ونعالجها. وبالنسبة للشطر الاول من سؤالك الى بخصوص الشركات يعني هاي خارج ارادة مديرية المرور يعني ما لها علاقة انه اكو مخولين خاصين بالشركات اللي هم يتعاملون وياهم شراء المركبات وبالتالي المخول لازم هو اللي يتابع ويسجل المركبه مالته. جميل ممتاز. السلام عليكم. وياك؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله والديك الله يحفظك. شلون ايش عندك معامله؟ شلون كانت الاجراءات؟ والله انا يعني عندي نقل ملكيه اجراءات كلش سريعه بدون مبالغه يعني نص ساعه تستلم سنويه. بدون مبالغ ما عرقلوا لك لا والله الولدي يعني مؤدبين وحبابين ومتعاونين ويا المواطن يا الله
جيد، هذا شيء ايجابي. مخول شركه، شركه ديار الكرم. وانتهى عليك المشاكل؟ لا 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 لا، شركه ديار الكرم تجاره السيارات. شو اجراءات يعني اكو مثلا عرقله للمواطنين عمليه انت كمفوض انت من الشركه، شنو يشكي من المواطن بالنسبه لاجراء المعامله؟ احنا بالنسبه لشركتنا ما عندنا كل اشكالات، لا كل اشكالات ما عندنا. يعني المعامله ايش قد تطول عندكم؟ ما تطول عندنا اقل شيء ربع ساعه. ربع ساعه كم؟ اي ربع ساعه كم. شلون اجراءات المرور وياكم؟ بالنسبه لموقع الحسينيه احسن موقع بكل المواقع. مجامله؟ لا لا، يعني احنا نشوف احنا عادي يعني بدون مبالغه، موقع الحسينيه نرغب يعني نص ساعه بدون، يعني قلت لك بدون مبالغه، نص ساعه تستلم سنويه، يعني معامله سرقات غرامات نص ساعه بالزايد. ان شاء الله موفقين. اهلا وسهلا حجينا. السلام عليكم. شلونك عيد؟ الله يسلمك. شو ايش قصالك من جيت؟ هنا انا؟ من الصبح. من الصبح، شنو معاملتك؟ انا وكيل شركه. وكيل شركه. نعم. شلون اشوف الاجراءات؟ مخلص. خلص؟ 11/1 كلهم راحوا. ممتاز. ما عندي شيء. كم معامله؟ 11. 11 معامله كملتها؟ راحوا وصلوا بيهم محافظات. ممتاز ممتاز. شيء ايجابي يعني 11 معامله، احنا هسه بعد ما صايره بالعشره. الحمد لله، هو هذا حكيت لك عليه الانسيابيه الموجوده بالمجمع، هاي نتيجتها يعني حقيقه، هاي نتيجتها يعني. هو اذا كان ابو شركه يجيب 20 30 40 سياره سجل يوميه ما عندنا مشكله، هي طبيعي جدا. الى الحمد لله الحمد موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. رحم الله هذا. مشاهدينا الكرام، شاهدنا هذا التقرير وشاهدنا الموقع بصراحة، يعني كنا نتحدث عن المقدم حيدر، قال يعتبر موقع الحسيني من أكبر المواقع اللي تابعة لمديرية المراعاة، فعلا موقع ضخم وعدد المراجعين بشكل كبير، والدوام همتين تحدثنا عنه كيف يتعاملون بالدوام مع المواطنين. والأمانة يعني تفرح أنت، أي إنسان يفرح، حتى المراجع من يشوف ايش تنظيم، يشوف اكو مكان نظيف بتبريد. ندعو يعني كل الوزارات اللي تعمل بالخدمة المباشرة مع المواطن ان يعون هاي القضية، وهي هماتين نصيحة لكل المسؤولين، لكل المسؤول من وزيرها الى وكيلها الى مدير عامها حتى رئيس القسم، خلي يكون الممثل عنك او من يمثل الوزارة اللي هو يكون بالاستعلامات، يكون فعلا حقيقة يمثل هذه الوزارة، لأن إذا كان أبو الاستعلامات سيء فإذا الدائرة سيئة. هذا إحنا انطباعيين، شعب انطباعي، شوف سيء هذا نقول كلهم سيئين، ونشوف واحد زين نقول هذا كلهم زينين. وفعلا هي واجهة، الاستعلامات واجهة، الإعلام واجهة، أن تتعامل بلطافة وبهدوء، أي مدير إعلام تتعامل بحسن نية راح يكون مردودة جدا إيجابي دائرتك. أما تتعامل بعل وكعب، تتعامل بفوقية، لا أنت ولا دائرتك الناس راح تجيك، إن كان الإعلام أو المواطنين العاديين. العم نرجع الموضوع سيادة المقدم، فعلا يعني شاهدنا يعني شيء بشيء يذكر، يعني شاهدنا التقرير نحن وإياكم، مكان نظيف شيء جميل. موقع الحسينية من المواقع المميزة جدا في بغداد وبقية المحافظات، موقع كبير يستوعب لي يعني بدون مبالغة من يعني يستقبل بحدود 1000 مراجع يوميا، أكثر من هذا العدد. مديرة ومدير جيد جدا عميد علي، يعني تسجيل السيارات الحكومي، معاملات نقل الملكية، تسجيل مركبات لأول مرة، إجازات سياقة، كل هذا يقوم بموقع الحسينية. دوام فحص المركبات، دوام احنا مديريتنا طبعا فحص المركبات، تثبيت اللوحات، كل هذا طباعة اللوحات بهذا الموقع. دوامنا، دوام مديريتنا، مديرية المرور أجزم لك انه هي الدارة الوحيدة الخدمية اللي تعمل من الساعة 7 صباحا في دوار التسجيل، من الساعة 7 صباحا ولغاية الساعة 8 مساء. يلا نقفل أبواب، إنه طبعا ما تقفل أبوابها في 8، ممكن إنه إذا عندك مراجع يعني مستمر إلى أن ينتهي آخر مراجع،
احنا مديريتنا دائما مديريه تكون سباقه بتقديم الخدمات للمواطنين، واحنا نرجو من اخواننا المواطنين انه يساعدون اخوانهم رجال المرور. لا تقسى على رجل المرور، رجل المرور الواقف لك بالشارع باشعه الشمس ودرجه الحراره في الشمس، لان احنا في اشعه الشمس توصل الى 60 درجه مئويه بالشمس، مو انت واقف لك شفت لك منتسب مرور او ضابط مرور واقف تحت مظلته دائما يكون هو بالنص صح ينظم حركه السير خاصه بالزخم، فانت تجي بدال ما تساعده تلتزم باشارته شويه، انت قاعد بسيارتك سيارتك تبريد شويه التزم، فقط نرجو منك الالتزام، ما طلبنا من عندك احنا اي شيء غير الالتزام، التزم باشاره رجل المرور، التزم بالتعليمات المروريه تصدر، هذا ينبع يخلي طابع جيد لرجل المرور، يعطيك يعطيك جهد اكبر طبعا. فانت دائما اكو ململ ليش شويه اخرت هذا السايد على هذا السايد، مو انت بدك تشوف مثلا هذا من الزخم من هذا من هذا الطريق اكثر من هذا الطريق صح، فيطيع حقيقه انه يمشي هذا ليش حتى لا وإضافة لتوجيهات سيطرة مركزية، عندنا سيطرة مركزية وكاميرات مثل ما أشرت لك بداية الحلقة، هناك كاميرات كاميرات وسيطرة مركزية توجه شرط المرور اللي واجه اللي موجود بالساحة إنه أعطي أفضلية للسايد الفلاني، ليش إذا ما أعطى أفضلية ممكن التقاطع اللي جاي من عنده إنه يقفل صح، فهم أدرى هم أدرى بالموقف الموجود في الشارع، فنطلب نطلب منهم فقط الالتزام بالتعليمات المروريه ومساعدتنا في هذا الموضوع. احسنتم سيادة المقدم. عندنا محمد من ناحيه الوحده، السلام عليكم محمد. السلام عليكم. عمري الف هلا بك استاذ العزيز، عنده اجازه عموم راعد زين وجاي اسوي بلان، يقولوا له ما تستلم الا سوى طلع جديده. يعني تعرف شنو أيوة. الاجراءات؟ كملت الاجراءات، انا اسوي كتاب من ايش اسمه انه اسوي كتاب زين تبليغ مركز شرطه؟ اي بلاغ سويت زين. اي رحت لش اسمه هاي القاطع مال شو اسمه هنا المرور مال فستمية زين. يقول لي ما يوكل. شلون ما يوكل؟ شلون؟ يقول لي ما يوكل هذا الكتاب الا سوي شو اسمه الا سوي جاده جديده. يقول ما يوكل هذا الكتاب، شنو ما يوكل؟ يعني انت عندك اجازه سابقا اخو محمد؟ اجازه عمومي. اجازتك عمومي صادره يعني قصدك يعني اجازتك صادره ايش وقت صدرت؟ ورقيه لو ورقيه لو موبايل. كارت لا لا شو اسمه مشروع يعني كارت مشروع وطني؟ اي كارت اي مشروع وطني. هي خلاص بلاغ مركز شرطه بلاغ انه انه اجازتك ساقطه انه اجازتك ضايعه الى مديريه المرور العامه، تراجع شعبه الاجازات يسحبوا لك صوره قيد من الحاسبه ويدزوك بكتاب رسمي للموقع اللي انت تريد على اساس تطلع من عنده اجازه على صوره القيد اللي تنسحب لك وتطلع لك اجازه اصوليه ما بيها اي مشكله. اه جينا عند سؤال اخر هم العيله تفضل. عندي زوري مرسمة غاطرة منقورة كانت وفصم العربانة من عدها نعم وهسه يقولون حاضر ما اطلع غاطرة منقورة تعطوني كتاب المرور يقول لي ما يوصل الكتاب ارجع ارسمها. ما فهمت السؤال. يعني عندك قاطرة مقطورة مو تمام؟ عندك لوري قاطرة ومقطورة ايش بيه؟ اي تريد تسجله لو مسجل عندك؟ مسجله هي ودقيتها مسجل عندك قاطره ومقطوره، قصدك الارقام اللي تدقهن على القاطره لو على المقطوره؟ فصلوها من عندي فصلوها صلاح الدين فصلوها من عندي. فصلوا القاطره عن المقطوره يعني صارت لك رقمين؟ رقمين طول رقمين مو هاي مو اخ محمد هاي معاهدة دولية يعني مو كيفنا احنا مديريتنا مديرية تنفذ القوانين والاتفاقيات الدولية اللي يعني مثلا التلوري مالتك هسه من يريد يطلع خارج العراق لازم مو صحيح؟ انت من تطلع خارج العراق يعطوك ارقام خروجية فمن تطلع اي يعني هاي يعني ارقام الارقام اللي
تنشد على اللوري مالتك. هاي ارقام احنا دوليا هم تسمح لك انه تسافر. فالقاطره والمقطوره، القاطره والمقطوره هاي اتفاقيات دوليه، التعليمات اللي صدرت بها الاخيره هاي اتفاقيات دوليه ما نقدر نتجاوزها. يا حبيبي الغالي هلا محمد، شكرا جزيلا لاتصالك. و يعني عندي سؤال بصراحه اخذنا الوقت، كيف تتعاملون مع المركبات المحجوزه؟ وليش تحجزون اصلا مركبات حتى وان كانت عجلات نقول عجلتين او ثلاثه؟ دكتور المركبات اللي اسباب حجزها للمواطنين المصرين على المخالفه. يعني انت مواطن مصر انه ترتكب مخالفه بمكان عام يسبب زحام مروري، فيستوجب من رجل المرور انه يحجز هذه المركبه. المركبه تحجز ويطلق صراحه بعد دفع الغرامه، بعد مراجعه القاطع المعني يكمل معامله اطلاق سراح، تكون المركبه غير مطلوبه. عفوا سيادة المقدم، اطلاق سراح يجي من القاضي؟ اكو قاضي عندكم؟ لا احنا دائرتنا مختصه، دوارنا دوار المرور والقواطع المروري المرور هي مختصه بحجز المركبات واطلاق سراح. شلون؟ قلت لك اللي وفق مصر القانون، وفق القانون مصر انه انت ترتكب مخالفه بشارع عام مكان لا يعني كان وقوف ممنوع مثلا في شارع الرباعي، مثلا شارع الرباعي هو كله سايدين وهو واقف لي سايد ثاني مثلا وتارك المركبه مالته ورايح، يعني شو اسوي له هذا مثلا؟ تحجز لو تجيب مركبه يعني مثلا أنا واقف رجل المرور واقف امتاني صاحب المخالفه لمده ربع ساعه ونص ساعه هو ما جاي، ما موجود، شو يسوي؟ يحجزها للمركبه يسحبها يذهبها بالقاطع. السحب عليكم علينا فلوس. احنا مجرد نزيل المخالفه اهم شيء عندنا نزاله المخالفه وتنظيم حركه السير والمرور بشكل صحيح. جيد. لا لا سؤال السحب. سحب لا علينا اكيد يعني. يعني دوار دوار اذا سياره عاطله عندي ادفعها خليها في المكان شيلوا يومكم. شنو عقوبه المخالفه هاي؟ حسب يعني حسب المخالفه اللي مرتكبها، وقوف ممنوع، ضرب اشاره رجل المرور، ماشي عكس السير، هذه مخالفات يعني خطره. جيد. تستوجب من رجل المرور انه يكون حازم بها. جميل. لازم يكون حازم بها حتى لا تصير يعني مسامحه بها والانسان يرتكبها، ممكن عكس السير يسبب لا سامح الله الا حوادث صارت يعني وصارت. يعني الحادث اللي حصل البارحه قريب الساعة 12 ونص ليلا في محافظة بابل، راح ضحيته راح ضحيته 12 نفر من أهل الدجيل أعتقد 12 نفر، يعني 12 نفر وخمسة مصابين. الله هذا أكبر. حادث كارثة. لا لا إلا الله. مو صحيح. شنو كانت المخالفة يا بقى؟ مخالفة استدارة خاطئة من المركبة الكبيرة. لا لا استدارة خاطئة، عدم إنارة الشارع بصورة سبب إن الحادث يعني يدمى له القلب. والله لا اله الا الله. انا له انا له راجعون. ابو احمد من بغداد، السلام عليكم ابو احمد. ابو احمد الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لطفا سياده المقدم، عندي سؤال. السيارات اللي استلمت بجمل الجيش السابق كانت في البدايه يعني منح كانت، بس بعدين ورفقة النظام اصبحت فلوس، والسيارات لا زالت الاكثريه من عندها قسم تعبرت راحت لشمال العراق، والبقيه في بغداد حاليا ما يقبلون يسوون سنويات، لان السياره تبقى هي محجوزه للشركه العامه للسيارات، شنو الضير من يسوون سنويات لها السيارات باقيه لحد الان يعني؟ من سقوط النظام لحد الان. ابقوا يعني ابو احمد. يعني قصدك سيارات الدوله؟ سيارات لو استلمتوها بشكل رسمي من استلمتوها بشكل رسمي من الدولة العراقية السابقة؟ اي بالضبط. اي ما بيها مشكلة هاي، يعني انت عندك اوراق تثبت انه انت هاي السيارة سجلت باسمك، يعني هي مثل من حلك موجودة باسمك لحد الان باسمك السنوية باسمك لو باسم الدولة بعد؟ لا باسمك بس شنو محجوزة مكتوب عليها ختم محجوزة للشركة العامة للسيارات. اي هاي لازم تحل مشكلتك ويا الشركة العامة للسيارات، وعلى ضوء هذا الموضوع يعني على ضوء كتاب الشركه العامه احنا
يعني نسجل لك المركب بشكل اصولي. اذا شركه العامه للسيارات اسمعني احنا مسجل مسجله السياره بس شنو الغير؟ يعني ماكو سنويه ماكو الى حتى الان السياره من عام 2003. مو انت هسه قول لي شركه العامه للسيارات انا شلون اطلع لك سنويه او اصدر سنويه لمركبه من جهه حازه عليها اذا مو هي نفسها الجهه اللي حازه على تطلق المركبه الحجز. تطلق الحجز صح. شلون المصرف هسه سياره مال مصرف ما حاجزها مصرف مطلوبه فلوس او مطلوبه او اي سبب كان شلون انا كمديريه مديريه المرور العامه يحق لي احول ملكيه هذه المركبه بعد ما يجيني لازم يجيني براءه ذمه من تحويل سياره المقدم مو تحويل يعني اي مو انت تقول لي اصدر لها سنويه اصدرها سنويه شلون سنويه باسم الشخص هو نفسها سنويته ما تصير ابن عمي قانونا احنا نحكي قانون وتعليمات القانون لا يسمح لمديريه المرور العامه انه تصدر سنويه جديده لاي مركبه اذا ما يكون موقفها القانوني سليم من كل النواحي من يعني كل النواحي سليم يعني صحيح سياره المقدم هي مش سليم صحيح انت تقول سليم لكن انت تقول سليم بس الشركه العامه للسيارات ما تقرب هذا الموضوع نجيب لي براءه ذمه من الشركه العامه تقول موقفها سليم من الناحيه القانونيه احنا نحول لك اياها ما عندنا مشكله بالبدايه مسجلونا بالبدايه ليش ما قالوا ليش الشركه العامه وافقت يعني ذاك النظام ما في هذا لازم انت تراجع ابن عمي هاي لازم انت تراجع الشركه العامه للسيارات هاي نفس نظام المصرف نفس نظام المصرف المصرف من يبيع سياره وعليها اقساط او عليها دين لازم يقضى الاقساط او الدين وبعد ذلك يعطي براءه ذمه يراجع دوارنا مديريه المرور العامه المشيله المعامله ممكن بالناس هاي اللي نفس المعامله مال نفس ذوي الاحتياجات الخاصه هسه ذوي الاحتياجات الخاصه معفين من رسوم الجمركيه والرسوم المروريه ولكن تحجز المركبه باسم الشخص خمسة سنوات اذا الا تنتهي المده خمسة سنوات يلا يحق له يبيعها ويصرف بس هي باسمه السياره باسمه مسجله باسمه نفس الاجراء انت تراجع الشركه العامه للسيارات على ضوء تعليمات او قرارات تصدر على للاخوه بالشركه العامه للسيارات احنا كمديريتنا مديريه جهات تنفيذيه جهاز تنفيذي انا رايي شنو السياق المقدم يعني لو طرح شركتكم تبقى السنويه تبقى محجوزه وطبعا سنويه حتى السياره والسياره سعرها حاليا مو تكاليفيه يعني صارت كانت بدايه دي مجانا وبعدين تحولت الى شنو؟ تحولت الى فلوس على المنتسبين يعني هذا هم مش حاط في حق الناس يعني طبعا انت اخوي الكريم تقدر تراجع الشركه العامه للسيارات تطرح مشكلتك و يمكن ما له علاقه شيخ تقش خلينا انتم مو متحجزين من عندنا من المرور مو اقول لك انت تقول محجوزه للشركه العامه للسيارات شنو الحجز؟ شنو الحجز؟ من ناحية الفلوس شلون؟ اي السنوية ما لها علاقة بالحجز السنوية يقول من ناحية الفلوس هو أكيد يعني اي طبعا السنوية ما لها علاقة بالحجز مو هو هسه ما دخل بالموضوع أبو أحمد مو يقول لك هو حال المصرف إذا صار عنده إشارة على 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 مواطن ما تقدر المرور تتصرف إلا ما بعد رفع الإشارة من بكتاب طبعا براءة ذمة من المالية هذه نفس القضية دي يقول لك زين انت رجعت وزارة التجارة عفوا شركة عامة السيارات تدري استاذي ما حد راجع ليش يعني في البداية كانت السيارة مجانا وبعدين تحولت الى فلوس فيرجع يروح لشركة عامة السيارات يقول انا بدي ادفع فلوس انا حاليا سعر السيارة ما يجيب السعر اللي هي بالبداية عام 2003 صحيح لو لازم تحل قضية لازم تحل ايش موضوع يعني هاي احنا موظفين صح احنا موظفين ومكلفين بخدمة عامة للشعب يعني للمراجع اذا ما يجيب موقف سليم ممكن ترجع يعني ما يقدر مدير المرور العام يجاوز القانون الحالات المخالفه اي مخالفه قانونيه ممكن يسال الشخص اللي حول هذه المركبات يسال قانونيا اذا ما يبت بهذه الحاله من الجهه اللي حازه على هذه المركبات او اللي لا يعني لا تسمح لمديرية المرور العامة بتحويل هذه المركبات ما نقدر احنا كجهات تنفيذية ما نقدر واصل ابو احمد الفكرة شكرا لك عفوا شكرا لك ان شاء الله شكرا حبيبي اهلا ابو احمد يعني هو هذا اجراء قانون احنا دائما احنا يعني يقول مثلا
شوي ماشيت وياكم بالحوار لان اعرف هاي الاليات يعني هي آلية. هذا قانون هذا قانون هذا قانون. قانون ما تقدر مديرتنا مديريه المرور العامه مثل ما طرحت هي قلت له هسه مصرف ممكن يطلب على سياره مثلا بايحه بالاقساط هواي او حاط عليها اشاره حجز زين انا اجي احول ملكيتها بدون ما يجيب لي براءه ذمه من صح محاسب يعني مقدم حجر ضريبه او المالي او طبعًا. كل الوزارات طبعًا. حتى يمكن الماء والمجاري اعتقد طبعًا همات طبعًا يعني. طبعًا. تعامل لكم بتحديث شهري بالمعلومات احنا هسه المشروع الوطني نظامنا نظام اول باول التحديث ما عندنا نظام انترنت واضح يعني في نفس الساعه تحدث المركبه او ناحيه طب الجهات الامنيه والجهات كلها تحدث فكل دوائر الدوله ترسل مديريتنا مثلا موقف مركباتها الحكوميه تمام. او موقف المركبات المدنيه اللي عندهم يعني او احنا دورنا كمديريه مديريه تنفيذيه تنفذ ما تصدر من القرارات حتى قرارات قضائيه ممكن قرارات قضائيه بحجز المركبه قرارات تنفيذ قرارات سرقه هاي كلها قرارات جميع قرارات قضايا مديريتنا تنفذ هذه القرارات قد اول بقى دقيقتين هي هسه طن مجال سياده المقدم الحديث طبعا جميل معاكم وهو بفاده بالتاكيد فاده لنا بالبدايه وفاده للمجتمع الله يحفظكم سؤال اخير يعني الحوادث المروريه ودي اشوفها بازدياد يعني انت تحدثت من ساعه على حادثه أهل الدجيل من راحوا إلى للجنوب باتجاه الحلة صار هذا الحادث يعني أنتم شلون راح يعني أنتم كمديرية مرور شلون راح تتعاملون معها يعني صح أنتم يعني دائماً الحوادث جيش كامل نعم من المرور يعني دكتور الحوادث المرورية ما تخلو من ثلاث عوامل دائماً السائق وتكون عليه النسبة 80% من الحوادث على السائق والطريق والمركبة السائق مدى التزامه وبراعته بقيادة المركبة التزامه بتعليمات المرورية انه تكون سرعة مالته متأني انتباهه عدم استخدام الهاتف النقال هذه كلها يعني هاي جمعة انت تحكي جمعة الشارجر خارج الموضوع الشارجر مشكلة الشارجر أيه. يوصل 200 مركبات يعني سريعة أي صح الطريق ممكن الطريق يكون بتخسفات صح عدم انارة الطريق بالشكل الصحيح مفاجآت الطريق كثيرة يعني مفاجآت الطريق حيوانات سائبة صح والمركبة متانة المركبة من ناحية انه بها متانة بقيادة المركبة اكثر اغلب هسه المركبات اللي دا تتجول متانة يعني تجارية مركبات تجارية صح ما بها متانة يعني قبل كنت من تسمع اكو حادث الحادث ما تبي اصابات تمام مجرد اضرار ماديه ولا هسه لا هسه كأرواح. اقل ارواح تحصد ارواح صح. يعني البارحه 12 بخمسه مصابين بهذا الحادث اللي تكلمنا به بنفس اليوم هم ثلاثه ب 12 مصابين لا يعني مشكله يعني على طريق البصره وبالتاكيد الاصابات اكو حالات حرجه اكيد احنا نطلب من الاخوه في مستخدمي الطريق التأني مجرد انه انت تتأنى قيادة المركبة مالتك سرعتك لا تكون بشكل متهور هذا يجنبك الحوادث دائما هي السرعة شديدة وعدم انتباهها ممكن انه يستخدم الهاتف النقال يشتت انتباه السائق وهاي ارواح ناس دا تروح بها وممكن هي دقيقة او دقيقتين ما تفرق لك يعني مو داخل الوقت كلام منطقي احسنت ومثل ما تطلبون انتم من المواطنين بالالتزام بكافه هذه الامور ايضا نطلب احنا منكم التعاون المستمر ان شاء الله ان شاء الله دكتور ان شاء الله شكرا سيد المقدم حيدر تشلبي من اعلام مديريه المرور العامه شكرا لك شكرا لجهودك شكرا للسيد اللواء طارق وكافه الاخوان المنتسبين اللي فعلا يقدمون خدمات وانا قايله اقولها في اكثر من حلقه هذا ما يعني كل الدوائر بانه ماكو خلل ماكو اشكاليه واحنا دورنا نعرض كل سلبي والايجابي وعلى على دوائر الدوله ان تعالج الاخطاء او الاشكاليات ولن يكون سقف الطموح اعلى لتقديم الخدمات لابناء هذا الشعب
يبارك الله بك دكتور، وشكرا لقناتكم على هذه الفرصه لعرض نشاطاتنا وتوضيح لاخواننا المواطنين، وبارك الله فيكم ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ المقدم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج، وانا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، نلتقيكم يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء، ايضا حلقه اخيره لغلق ملف مديريه المرور العامه، ولكن نوعدكم في اي وقت نحتاج ان نكون نسلط الضوء على اخر مستحدثات هذه المديريه المهمه التي تختص وتعاملها يكون مباشر مع المواطن في اي وقت. ان شاء الله نفتح هذا الملف المهم. مشاهدينا الكرام، في امان الله.